هاد القصه بغيت بزاف ديال البنات اللي هما غارقين وسط الذل انهم يشوفوها. لا ماشي حيتاش نتوما مدلولات، ولكن انا عارفه بلي انه كاينين بعض الظروف اللي كتحتم عليكم باش انكم تعيشوا شي حوايج اللي نتوما ما راضيينش انكم تحطوا في وسط منها، ولكن ربما كيكون ولف، ربما كتكون شي حاجه واحده اخرى اللي كتخليك انك تستمري في واحد الحاجه اللي عقلك ما باغيهاش. حكايه الليله ككل حكايه عبره اللي خصنا نستافدوا منها جميع. سلام سلام، مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلام عليك. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه واحوالكم طيبه. واكيد اذا كنتي جديده على القناه نقول لك مرحبا بك. المؤنسه ديالكم عادت اليكم من جديد كيف العاده، واخا راكم كسولات في هذا رمضان ولكن ماشي مشكل. فقبل ما ندخل في حلقه الليله ما تنساونيش من الضغط على زر الاعجاب، ونقول لكم بسم الله يلا لنبدا. انا الهام كنت عايشه وسط واحد الاسره اللي هي زوينه وطفوله زوينه اللي كتحلم بها اي بنت. عندي والدي اللي كيبغيوني، ورغم انه كانوا مشاكل ما بيناتهم ما بين ماما وما بين بابا اللي تيكونوا صراحه ما بين كاع الازواج، غير هو حنا زايدين شويه الغزة. لانه بصراحه العيب نتاع بابا هو انه كان تيشرب الخمر وكان تيعنف ماما بزاف، وكنا كنعيشوا بعض اللقطات اللي كانوا دمرونا، ولكن بزوج بهم عمرهم ما سمحوا فينا. ماشي هذا هو الموضوع ديالي، ولكن هذه هي النقطه اللي غادي تكون سبب في حوايج واحد اخرين مستقبليين اللي غادي نعيشهم. كيف قلت لكم عشت وسط عائله اللي هي زوينه حتى وصلت للتاسعه، وكنت نقرا في مدرسه اللي هي خصوصيه. هنا قال لي بابا بلي انه صافي راه وصل الوقت باش انك تخرجي وتدخلي للمخزن. وبحكم انني دخلت للمخزن اول مره فكنلقى بلي انه بحال دخلتي بحال ما دخلتيش رخفي الوقت، عندهم الامور هانيه. وحتى الا ما كنتيش كتقراي ماشي مشكل. فما نجحتش في السانكيام، ورغم انه كنت كنقرا مزيان وناجحه ب 15 في التاسعه، تبعت البنات وخرجت على قرايتي وما نجحتش في السانكيام ديالي الاولى، وعاودت العام وما نجحتش. وهنا ولا عندي صداع بزاف مع بابا، ولا تيقول لي بلي انا خصاص عليك فلوس وكنت كنقرك في الخصوصي وانت ما كتقرايش وما عارفش شنو بغيتي ديري. بابا فاش تيسكر تيجي تيتغاوت مع ماما وكينوض كيضرب معاها. انا كنبقى كنقول ليه ما تغوتش على ماما، وكنمشي كنبدا كنضرب يدي مع الحيط ولا كندير شي علامات ديال الحريقه، لدرجه انه في السيزيام ديالي الثانيه فكرت انني انتحر وشربت الدواء لانه كنت غنحماق. كانت تضغط عليا بزاف مع كانت عندي واحد بنت عمي قدي وكنا في نفس المستوى، كان تيقول ليا شوفي فلانه قرايه عليك كتقرا غير في المخزن وهي تبارك الله واصله. بابا سبحان الله ما كانش عنده التفكير اني ما اختاريتش التوجيه اللي هو صحيح، بسببه هو اللي بزز عليا حاجه واحده اخرى اللي ما كنتش باغاها. بقى عليا شوفي انت ما باغاش تقراي وشوفي فلانه، وفكرت انني انتحر. ما كانش مساندني بمره وجاتني قاسحه عليا، وليت انا وبابا داخلين في صراعات اللي كانوا خايبين. اذا هو ناض بغى يضرب ماما ولا يغوت عليها كيلقاني واقفه ما بيناتهم، وكنغوت عليه ما تحطش يدك على ماما ما تقربش منها. شفت وسمعت منه شتى انواع العنف اللي تعرضت لهم ماما وحنا صغار، ولكن ما فرطاتش فينا، ورغم انه بيننا وبينها 15 سنه ديال الفرق زوجات وهي صغيره بزاف، ما عمرها حاولت انها تخلينا على ود داكشي اللي كانت يدير فيها بابا. بابا اللي كان ميسور ماديا ومخصصنا من والو، عيبه الوحيد هو الخمر. كيفاش غادي تبدا قصتي؟ من مورا ما انني ما نجحتش بابا قال لي ما غاديش تبقاي كتقراي، جاب سيدي وقال لي لا بنتي غادي تكمل قرايتها، وعاوني حتى درت الباك الحر ديالي. ولكن بابا قال لي يا ما غاديش نبقى نخلص عليك مدرسه حره، ما غاديش نقريك واللي بغيتي ديريه ديريه. جاب سيدي الله يخلي عليا وخلص عليا، وعاوني انني زدت ساعات اضافيه وبدلت التوجيه ديالي، ولقيت راسي بلي انني قادره نعطي ونجحت في الباك وخديته. ولكن قصتي الحقيقيه غادي تبدا في 2019، ولكن قبل نسيت ما قلت لكم بلي انني كنت تعرفت على واحد الانسان في 2018 فاش كنت في الباك، نهار 8 في شهر 8 بالضبط، تاريخ اللي عمرني ما غادي ننساه. تعرفت على واحد الشخص في الصيف اللي غادي نطلع فيه الباك، هذا الولد كان كبر مني بعام ودخلني بديك القضيه ديال اذا كنتي باغا شي علاقه معقوله مرحبا، واذا كنتي باغا تفريه بسلامه. وانا بحكم اني كنت باغا غير نضحك حيتاش كنت في صراعات كبيره مع بابا نتاع شد لي نقطع ليك، فما كنتش متفاهمه انا وياه، فكنت محتاجه واحد الراجل اللي يكون في حياتي، ولكن تنقول داك اللي بغيت يدخل لحياتي ما يكونش بحال بابا تيضرب ماما. تنقول انا ما بغيتش واحد النهار انه ولدي كيشوفني كنتضرب ويسمعني انني كنت عاير قدامه، يكفي داكشي اللي عشتو انا واختي مع ماما. انا لما تعرفت على هذا الشاب في 2018 كنا فرحانين وجيتو مع بعضياتكم وزوينه هذه القصه ديالكم، واخا ما كانوش عارفين الباطن تاع القصه، بقوه ما تشبتنا ببعضنا عطيتو الحريه على الخليل ديالي انه يتحكم ليا في حياتي. غادي ياخذ ليا كاع وسائل التواصل ديالي، انا ما خديت حتى شي حاجه من عنده، وقال لي بلي انه اي حاجه غادي ديرها في حياتك انا الاول خصني نعرفها كخليل ديالك، واخا غير عند مول الحانوت خصو يعرفها.
بديت كنكتشف بلي انه داير بحال شي بسيكوبات. انا هذاك كانت عندي 18 سنه، كنت نقول لا هذا غير نوع من الحب والغيره، وهذا خينا راه كيخاف عليا. بقيت غاده معاه في العلاقه، تدوس معاه عامين زوينه فيها بدينا تنكبروا، وانا اهم حاجه ما فرطتش في قرايتي وخديت الباك ديالي وجبت 18 في واحد الماده اللي كنت نحماق عليها وكنت كنتمنى انني نكون استاذه فيها. خديت الباك وبقينا غاديين مزيان. بغيت ندير التوجه ديالي وغادي يوقف لي الخليل ديالي في طريقي. لا ما ديريش الجامعه حيتاش السمعه ديالها خايبه، دير هاد المدرسه الفلانيه. وحيتاش ناوي معايا المعقول في علاقتنا طبعا، قلت ليه واخا اولد الناس اللي بغيتيه نديروه، غير هو ما تخلينيش حيتاش ديما كان تيهددني باش انه يتفرق عليا ولا يقول لي غادي نمشي ونخليك اذا ما تصنتيش ليا. انا كنقول ليه عافاك عيني نعطيهم لك غير ما تخلينيش. درت داكشي اللي بغاني ندير في قرايتي. من بعد عامين خديت الدبلوم ديالي ولله الحمد، عامين اللي داز عليا فيها العذاب ديال بصح تورو. كنت انا معقده من شي حاجه سميتها العصا، ما كنتش كنحمل ناكلها من عنده، لانه اذا شعره وحده من زيفيبات كناكل عليها العصا. اولا تخيلوا معايا كنت كناكل العصا اذا شويه كان السروال ديالي طالع على السبرديله، كنت كناكل حتى هي عليها العصا وفي الزنقه امام الملا، حيت الشيء يبغيني وتيخاف عليا. كان تيقول لي هادشي كله حيتاش هو تيبغيني وتيخاف عليا، ولكن انا كنت كنشوف بلي انا كان مهووس بيا مريض بيا، وهداك الشيء ما كانش حب اللي يخليه يدير بحال داك الشيء. اكبر غلط درت معاه هو انني عاودت ليه كل شيء اللي تنعيش مع بابا والنقط ديال الضعف ديالي، وترجيته باش انا عمرك ما تخليني عمرك ما تضربني، وراه شنو عشت مع بابا نفسيا. بابا في حياته كلها ضربني مره واحده حيتاش كان ضد العصا، ولكن اكثر المشاكل ديالو كانوا عنده مع ماما اللي عقدوني ومعايا انا في المراهقه ديالي. ما كنتش كنبغيه انه يضربني هذاك الخليل ديالي، ولكن في نفس الوقت كنت باغه انني نكمل معاه. واحد النهار تخيلوا معايا كنت خارجه انا واختي، جا عندي ما عرف شنو كنت قلت ليه، المهم ضحكت معاه قدام اختي. اختي قالت ليه علاش كتقيسها، ولكن انا كيف البهله بكثرات ما كنخاف منه نتغوت على اختي وقلت لها علاش كدوي معاه بحال هكا، خليه يدير فيا ما بغى، انتيا ما سوقكش. كنت نقول لهم انا اذا قالوا لي اختاري كنت غادي نختاره هو وما نختاركمش نتوما. كنت نسمع معاه المعيار وكان يضربني على والو، وانا تنقول لا راه تيبغيني وتيخاف عليا. تيقولي اذا قلت لكم بلي انه دوزت معاه 5 سنين على قدها اللي خرجت فيها زوج ديال المرات مع صحاباتي وبزز. تيقولي غادي تخرجي وعندك ساعه ونص وغادي تمشي القهوه الفلانيه اللي حدا داركم وتجلسي فيها وترجعي لداركم. بعدني من صحابي، عزلني على كل شيء وبقيت وحيده. حياتي كانت زوينه بزاف حتى النهار اللي غادي نعرفه. كل مره كنلقى ليه مبرر، لا راه هو غير تيغير عليا وهادشي راه كله ماشي شك، هادشي اللي كان انا عند بالي بلي انا وكلشي راه حب. ولكن من السنوات غادي تيزيدوا بديت كنفهم بزاف ديال الامور. كنت كناكل العصا وكنسكت ليه، ولات كتجي القضيه سهله، اللحمي كنمشي بيه لدارنا الزرق. تخيلوا معايا انه احتمل الهديه عمرو ما هداني بها. انا ماشي طماعه وكبرت في الخير وبابا الحمد لله ميسور، ولكن انا كنت محتاجه غير الحنان. راه والله ما نكذب عليكم، اذا كان هو محتاج فلوس الحمام كنت انا اللي كنعطيهم ليه، اذا بغى يحسن انا اللي كنت كنتكلف ليه بحسنته. كنت كناخذ من بابا الفلوس الشهريه ديالي اللي تيعطيني وكنخبيها وكنزيد عليها وكنمشي كنعطيها ليه وكنقول ليه هاك هادو ديالك. هو كبر مني غير بعام، مضرب مع الحياه وما عارفش شنو بغى يدير. هادشي اللي كان تيقول ليا ديما، تيقول ليا انا باغيك يا الهام عافاك صبري معايا. كنت كنعاود ليه كل شيء على حياتي، واذا بغيت نمشي غير للحانوت مع ماما كنبدا كنطلبو عافاك خليني نخرج مع ماما، واذا خرجت معها خاص ضروري تبقى عندي كونيكسيون محلوله في تليفوني، ويبقى كل شويه كيصوني عليا باش يعرفني فين انا كاينه. كان مقيدني بزاف، لكن من مر عامين اللي دوزتها في علاقتنا وليت كنحس براسي بلي انني في حبس. بديت كنقول ليه عافاك غير تفرق مني اعطيني اتساع. تيقول لي لا اذا تفرقت عليك الهام غادي نمشي لعند باك وغادي نعاود ليه كل شيء وغادي نوري ليه حتى تصاورك نتاعي انا وياه. وهنا درت صراحه اكبر غلط في حياتي، هو انني كنت كنصيفط ليه التصاور ديالي. لا صراحه ماشي شي تصاور اللي كانوا مخلي للحياه، ولكن تصاور اللي هما خايبين شي شويه، بمعنى خصوصا بالنسبه لي انا اللي كنت انسانه اللي هي محجبه. ما عرفتش كيفاش كنت تنفكر وعلاش درت اصلا هذا الشيء كله، فاش كنت كنطلب باش انني نتفرقوا واخا غير قولا لانه ما كنتش كنقدر نبعد عليه، كان تيهددني بغادي نوري تصورك للباك، واضطريت انني نبقى معاه بزز مني. تخيلوا معايا وليت مع واحد كان بغيه وخايفه منه،
تمشي عند اختي كنعاود ليها شنو كاين، كتبقى تقول لي بلي انا وبابا عمره ما غادي يبغي ليك داك خاينه، وانا تنقول ليه شوف انا غادي نبقى معاك، غندير المستحيل على قبلك، غير بقى معايا عافاك وعمرك ما تخليني، عيني دا بغيتيهم دابا نحطهم ليك. ولكن الحمد لله كثيرا انني عمرني ما فرطت في قرايتي، حيت هي اللي لقيتها معايا، واخا ندمانه لانه ما اختاريتش داكشي اللي كنت باغا. واحد النهار غادي نصيفط ليه ميساج في الواتساب انا غادي للبلاد مع دارنا، حتى كنتفاجئ بلي انه تيعايرني بشي حوايج اللي انا معوداهم ليه على حياتي، بمعنى بعض الكلمات اللي كانت قبيحه من ديما تنقول لي عافاك فلان عمري تسمعهم منك، لانه منين وانا صغيره بابا كان تيجي لعندنا وهو سكران وكيبقى تيعاير ماما وكيضربها وكيقول لها نفس دوك الكلمات. فانا واحد النهار كنت كنخوي عليه قلبي، او بالاحرى ديما كنت كنخوي عليه قلبي، فجبتها الهضره وقلت لي انا راه معقديني هاد الكلمات عافاك، اذا كملت انا وياك ان شاء الله مستقبلا وتيسرات لنا امورنا بغيت عمر ولادي يسمعوهم منك، بغيت ولادي عمرهم ما يشوفوني كنضرب انا وياك، راني دوزت بزاف ديال الحوايج افلان اللي كانوا خايبين. بابا ما عمر ما خصصنا من شي حاجه، ولكن كان تيعامل ماما خايب وانا ما بغيتش نفس القصه تعاود معايا. كان تيقول لي يا بنت الفاعله والتركه ومصطلحات اللي ما كيتقالوش. كنصبر راسي وبديت نقول لي راه خاص، كنصبر راسي وبديت كنقول ليه راه خاصك تجمع راسك، حيتاش خاصنا نشوفو مستقبلنا ومبقى بالسلامه والو، خاصك تكمل قرايتك باش نتزوجو، راه عندي احلام كبيره معاك، واخا باين بلي انه ما نقدر نحقق معاه حتى شي حاجه. وسط هادشي اللي كنعيش معاه كنت نقول مستحيل نتزوج براجل كيضربني وكيعايرني، حتى لقيت راسي مع شخص فيه كاع داكشي اللي ما تنحملش، وكنت اعز الله قدركم حماره بهذا المعنى، اذاني بزاف وبقيت معاه. واحد النهار كنت خارجه انا وياه غادي يضربني قدام الناس وغادي يقول ليا واحد الكلمه اللي ديما معقداني، ويا خوتي منين قالها ليا عرفتي شنو تفكرت؟ بابا مع ماما. واحد النهار اللي فيه غادي يضرب بابا ماما وقال لي هذيك الكلمه، وهي باش تخبينا منه خشاتنا في البالكون وكان البرد وغادي نعسو تما، هي دوزت الليله كلها كيتضرب فيها. هاد الماضي ربطته انا مع الحاضر نتاع داك الخليل فاش ضربني، زدت تنبكي وجاتني واحد الحاله وليت كل اللي كان ترعد وسديت ودنيا وتنقول لي عافاك عافاك ما ديرش ليا اللي دار بابا لماما. هو ما فهمش باش تبلى وما كانش كيصحاب لي بلي انه فعلا راني واصله فيا العظم، هزني طلب مني السماحه باش نكسنا في واحد البلاصه. انا هنا بديت كنقول ككل مره ما يمكنش نكمل مع هذا الشخص، كان تيجي كيدير ليا غسيل الدماغ وكنرجع معاه بحال ما كاين حتى شي حاجه، دوزت جميع انواع العنف اللفظي والجسدي وحتى النفسي، لدرجه في الصيف كنت كنلبس الحوايج بالكم غير باش ما يشوفوش دارنا الزروقيه في الحمي، عطيته الحق باش انه يعايرني يضرب ليا في عائلتي يضرب ليا في شرفي وفي كل شيء، علما باللي انه اختي من ديما كانت كتقول ليا وإلهام العار راه بابا ما غاديش يقبل به لانه ماشي من نفس المستوى ديالنا من جميع النواحي. وماما فاش ساقت الخبر ليا بلي انني معاه خصمات عليا واكدت ليا بلي انه باباك إلهام غادي يرفض، وهنا فين فكرت فاش انني نهرب معاه وفكرت باش انني نختاره هو وما نختارش عائلتي، طيش ديالي مشى بيا بعيد. الحمد لله ما درت هادشي، ضربت معاه 5 سنين صافي، سجل ليا في الاعماق الاعماق ديال دماغي بلي انه خاصنا دابا نحققوا الهدف ديال الزواج ديالنا. خدمت وزدت برعتو بالهدايا اكثر من الاول، واخا عمرو ما تفكرني حتى بفانيده هي التاليه، انا اللي كنت كنخلص اذا خرجنا. المهم انا وياه كنا معاهدين انه حتى حد فينا ما غادي يخون الاخر، حتى شاءت الاقدار في عامي الخامس من علاقتنا غادي تقلب عليا وما بقاش كيعطيني داك الشويه ديال الاهتمام وغير كيضرب معايا وكيعنفني بزاف. انا بقوت ما ولفت ولا تيجيني بلي انه ناكل العصا شي حاجه اللي هي عاديه، اذا غلط في حقي انا اللي نقول ليه اسمح ليا ما كاينش مشكل، غير العار لما كمل معايا. كنت غادي ندير اكبر غلط واحد اخر في حياتي انا اللي نمشي معاه للدار. انا عارفه بلي انكم قدرتوا تفكروا في شي لحظه بلي واش وقعت بيناتنا شي حاجه، لا، ولكن سمعوني شوفوا تعطات لي الفرصه وقبلت انني نمشي معاه للدار، ولكن الحمد لله انني ما مشيتش. ما عرف شنو اللي منعني انا ذاك، لانه فاش اقترح عليا بلي انا راه حنا دابا 5 سنين مع بعضياتنا وتا شي حاجه ما غادي تفرقنا وغير يلاه معايا للدار وانت ديالي وانا ديالك ما تخافيش غادي نجلسوا غير مجموعين، اقسم بالله العلي العظيم حتى قلت لي صافي واخا، وطاحت التصويره ديال بابا ما بين عينيا ورغم اننا ما كناش مفاهمين. كنت كنقول ويلي يا الهام واش انت غادي تخوني باباك على واحد؟ فاش تراجعت بقى عليا واه وما كتثقش فيا و5 سنين وديك الكلام الفارغ. قلت ليه فلان حتى لهنا ونحبسو، انا ما نقدرش بابا ماما عائلتي المجتمع حتى شي حد ما غادي يرحمني اذا درت شي حاجه خايبه. صافي مشات الكلام، من بعد لغد ليه
في الصباح قلت ليه انا في العشيه غاديه مع العائله ديالي، بغيت نبدل الجو، راني تخنقت وقوت من الخدمه للدار بسببه هو اللي تيقول لي اذا ما كنتش انا ما غاديش تمشي فين، واذا خرجت معاه خاصني نحط فلوس، اذا جلسنا في شي بلاصه واذا طلعنا في الطاكسي انا اللي كنخلص، اما مع العائله ديالي ما كنحل كاع البسطام ديالي. وانا كنت كل صيف تنسافر مع عائله، ولكن فاش دازت ديك 5 سنين ديالي معاه عمرني ما سافرت لانه ما كانش يخليني، كل مره كنلقى اعذار لعائلتي. قال لي في الاخير لا ما غاديش تمشي. قلت ليه اسمح لي ولكن انا راني مشيت. قال لي سيريا الفاظ نقاويه يا الفعله يا التركه، انا اللي ضبع اللي مازال باقي معاك وما بغاش تسمعي الهضره ديالي وما بغاش تكوني امراه. تخيلوا هادشي كله حيتاش انا خارجه مع والديا. قلت لي صافي حتى نرجعوا نتلاقاو وندويو. المهم دوز ديك العشيه باش ما عطى الله ناشطه مع العائله في البلاد، حتى غادي يصوني ليا ويقول ليا شفتي انتي خاصك الحنان من باك وما عطيش ليك، انا اللي كنت عطيه ليك ودابا غادي نمشي وغادي نخليك. معاش لا كلام واحد اخر اللي كان غير لائق، وانا دوزت معاك 5 سنين وهذا اللي غادي يجي من بعدي شنو خليت ليه؟ كلشي عرفني معاك، شنو غادي تصوري يا بنت السكايري؟ عيرني بكاع داكشي اللي كان تيضرني واللي كنت نتسناه يكون معايا فيه راجل. ويا فاش قال لي هادشي قلت ليه بسلامه يا ولد الناس، مولف يعير عائلتي، ولكن هذا النهار بالضبط يمكن انا عاد فقت بلوكاني ومشى في حاله. من بعد اسبوع اللي يشهد فيه الله بلي انني ما درت فيه حتى شي حاجه لانه عييت، وهادشي اصلا كله حرام، خربقت حياتي بزاف ومحتاجه انني نرتاح. من بعد اسبوع وانا خارجه من الخدمه تلاقيت مع واحد البنت ومع واحد الولد اللي كانوا غاديين قدامي وشادين مع بعضياتهم، وانا نقول غير في راسي شوف دابا انا شحال حلمت مع داك الشاب وغيجي واحد النهار غادي يتزوج بنت واحده اخرى وتحقق داك الشيء اللي حلمت به، ورغم انه كنت مكرفسه معاه. تخيلوا معايا فاذا بيا ها هو تيصوني ليا قال لي واش نقدر نشوفك؟ واخا غادي نطلع نحط دابا ساكي ونجي فين ما بغيتي. هانيه اذا قلتوا عليا مدلوله حيتاش بصح كنتها. تلاقيت بيه مشينا حدا البحر وانا عارفه بلي انه فاش تيبغي يرجع ليا الصفه ديالو كتبدل، كيولي ظريف وحنين وتشوفيه تبغيه تبغي تختاري غير هو ما بين الرجاله. قال لي بغيت نرجع معاك الهام. وعلاش اخويا ياك عيرتيني؟ ولا اسمحي ليا وراني كنبغيك وراني كنت السبب وبزاف ديال الهضره. شويه صونا ليه التليفون ديالو وغادي تطلع ليا لاميه، وقلت ليه بغيتي نكمل معاك الهضره؟ جاوب هاد لاميه، جاوبها وقال ليها ملي نطلع للدار بالليل ندويو وهو يقطع عليها. قلت ليه واش باغي تصالح معايا فلان؟ وكتجاوب بنت واحده اخرى وكتقول لها ندوي معاك بالليل. عرفتي شنو؟ راه نشوف ليك داك التليفون، لانه فهمت ليه هو مشكاك هو اللي تيكون داير الزبايل، ما بغاش يعطيني التليفون ديالو. قلت ليه اذا باغي الامور تمشي على خير راه نشوف التليفون ديالك. عطاه ليا وغادي نتفاجئ بلي انا وسط الشهور الاخيره من علاقتنا كان تيعرف فيها هذيك البنت. كانت تبدل عليا ولكن كان باغي غير السبه، ما كانش يضربني حيتاش كان تيغير عليا كيف ما كان تيقول، ولكن كان تيبني علاقته مع واحده اخرى. بديت نقول ليه وراني ضيعت 5 سنين من حياتي معاك، سيمانه تفرقت عليك ما قدرتش ننساك فيها، كيفاش دابا كدوي مع وحده اخرى وطامة انه كيدوي مع امها؟ السيد لقيتو كيفكر معاها في المستقبل وناوي معاها الحلال. بديت كنغوت وكنبكي، عنق لي وقال لي عمرني ما غادي نخليك ما تبكيش، هذا كان غير خطا سمحي لي عليه. رجعت معاه وخرجني لغد ليه وتيدوي معايا زوين، وقال لي صافي راني ساليت مع ديك الاخرى. كنت حمقه بهله، اي حاجه بغيتوها يمكن لكم تقولوها، ولكن راه منين تتبغيو شي حد تيقني بلي انه كتبداو كتلقاو ليه اي اعذار غير باش تبقاو معاه. رجعت معاه ودوزت معاه يومين ديال الحب والغرام، وغادي تعرض عليا للمره الثانيه انا نمشي معاه للدار. قبلت بلا ما نفكر، قلت ايوا لا راه تيبغيني وحنا راه لبعضياتنا اقرب نتزوجوا. فاذا بيا كنتفاجئ بلي انه كيوصلوني ميساجات ديولو مع ديك ختنا ديك لاميه اللي صيفطتهم ليا واحد البنت، وقالت لي الهام ها هو داك اللي كتبغي شنو داير. لقيتو كيقد حياته مع الاخرى، شنو بغى مني ما فهمتش. ما قلتش لي راني كاع قرات الميساجات. فاش درنا نتلاقاو قلت ليه اسمح ليا ما غاديش نمشي معاك حيتاش عندي خدمه بزاف. قال لي واخا نخليوها نهار السبت. قطعت وصليت وطلبت الله يا ربي راني ما باغاش الحرام، اه ربي راني تنعصيك ولكن ما بغيتش نتمادى في المعصيه ديالك، انا مزوقه فيك يا ربي خرجني من هاد الطريق. يا ربي راني تنبغيه ولكن تنبغيك كثر منه يا ربي، عاوني انني ما نغلطش. لغد ليه منه لراسو صيفط لي ميساج فيه سلام انا وياك ما نقدرش نكملو، تستاهلي واحد يكون راجل عليا. عيط ليه عافاك ما تخلينيش، وهانتا اذا بغيتي نمشي معاك نهار السبت لديك الدار ما عنديش مشكل، غير ما تفرقش عليا انا مزوقه فيك. لا انا وياك الهام سالينا، عافاك لا انا مزوقه فيك تنبكي ونشاق. راني قلت لك بلي ما مستعدش نتزوج بيك، سيري شوفي حياتك. قطع عليا بلوكاني من كلشي. دخلت للدار كنصلي وكنطلب يا ربي يا ربي لا ما دير ليا غير شي تخرجه من هادشي، انت اللي خليتيني النهار الاول انني نبغيه. صليت وبكيت ودوزت واحد الشهر اللي كان صعيب عليا بزاف، فهاد الوقت اللي زدت كبرت فيه فهمت بابا اكثر
وتصاحبت معاه وفهمت بلي انا اللي كانت المراهقه ديالي اللي صعيبه وليت نبغي بابا ونفضل انني نتقاس في عيني وما يقيسنيش شي حد فيه. علاش بغيتو بهذه الدرجه؟ لانه داك الخليل علمني القيمه ديالو. بابا لي ولا فاش كيشوفني غير جالسه في الدار مكتئبه وحزينه وسد عليا تيقول لي سيري خرجي يا بنتي الدوري. دخلت في اكتئاب اللي كان صعيب، غير كتوصل العشرة ديال الليل كنبدا كنزاوك في اختي، راني كنتخنق، العار لما خرجيني حدا البحر، كتديني وكنبدا كنغوت على حر جهدي، وكندور عند اختي وكنقول لها فلانه اختي علاش دار معايا بحال هكا، علاش ساتني راسي كنت غادي نعطيه ليه غير باش يبقى معايا. نسيت كل شيء وليت كنفكر غير في علاش هو خلاني، ولكن اللي غادي يعاوني هو الصلاه ديالي. واحد الليله صليت وطلبت الله انه يحيد لي من قلبي، كنبكي وانا ساجده، اقسم بالله اذا فقت انسانه واحده اخرى حيت كاع وسائل التواصل اللي عندي، ودرت واحد اخرين جداد وقلت الهام ما عندكش الحق انك تضحي، حيت هو بغاك انك ترجعي لعندو كيف الكلب عزكم الله ويشوفك طايحه. الهام بزز منك انك تكوني مرا ونص، انت ما محتاجاش واخا صعيبه، ياك معقده من الماضي ديالك وما بغيتيش تعيشيه، ايوا هذه هي الفرصه ديالك. فكري في راجل اللي يكون بات ولادك وسدي قلبك وخدمي عقلك. درت وسائل تواصل جداد وبديت كندوي مع ناس واحد اخرين لمده شهر، وبديت كنخرج ولقيت صحابات وكل من داير بيا ولا تيقول لي الهام راكي رجعتي واحد الانسانه واحده اخرى، راكي وليتي مورضه. بديت كنحل عيني تنقول فين كنت وشنو كنت كندير والعصا والدل اللي كنت كنعيشها شهاد الويل. فرحت وقلت فيها خير حيتاش مشاو خلاني. كنصلي وكنطلب الله يا ربي انا ما تليتش باغاه، ولكن يا ربي انا مزوقه فيك الحبيب ديالي، بغيتك ترجعوا لعندي ونحيد ديك الشمته نتا هو اللي خلاني. واش غادي نقول لكم؟ والله العظيم الا من بعد شهر جا عندي تيبكي في ديك اللحظه، السيناريو نتاع 5 سنين ديال حياتي كلها داز ليا ما بين عينيا، عيني حمرين وحالته حاله. قال لي ما غادي ناديك ولا حتى شي حاجه، بغيتك تمشي معايا حدا البحر ندوي معاك وتمشي في حالك. انا تخلعت ولفت الشوها، بكثره الخلعه صيفطت الميساج لاختي وقلت لها شوفي اها شنو كاين، اذا جاب الله وقعت لي شي حاجه راني قلتها لك، لانه الدري راه ماشي طبيعي. مشيت معاه لنفس البلاصه اللي عرفته تيخوني فيها، شفت فيه وقلت ليه شنو كاين، وانا هز راسي للسماء الهام عافاك ما تخلينيش. قالها لي بحال شي هبيل وبدا كيبوس ليا في يديا، راني ما لقيت حتى شي وحده بحالك، وتيبكي يا شنو غنقول لكم. تما حسيت بالانتصار في راسي، تنقول ليه انا كملت حياتي وما فرطتش قرايتي وخدمت وانت ما درتي والو ليومنا هذا، حتى كنت غادي نحن وحسيت بعقلي خرج من بلاصتو وصرفقني وقال لي فيق يا الهام شنو هاد التخربيق، العار ما تخلينيش، وانا تبدلت وما لقيتش بحالك، وشعر اللي كان طويل. احسن جواب عطيتو، قلت لي عقل نهار قلت لك ما غاديش تلقى بحالي، اه راه داكشي باش راني رجعت الهام. وعاقل فاش قلتي لي الله يجيب لك شي ولد الناس احسن مني، اه راني عاقل اسمح لي، دابا انا راه جاب لي الله ولد الناس. وانا ديك الساعه ما كنت نعرف حتى شي حد، كنت باغا غير نرجع ليه الصرف ونط وخليته. ويا على ربي منين تيعوضك، سمعت قصص في هاد القناه بزاف، عمرني ما حسيت بهاد الجمله حتى حسيت بها دابا، تحسيت بها اليوم، لانه مورا داكشي من بعد يومين بالضبط دوى معايا واحد السيد اللي كان كبر مني بثمان سنين، وقال لي شنو تندير، دينا وجبنا في الهضره وكيف عاود لي كلشي على حياته حتى انا ما خبيت عليه والو. علاش؟ لانه الاخر ناض بدا كيهددني بتصاوري، فاش شافني هاد السيد تنبكي سولني مالكي، بحت ليه بكلشي. من بعد اسبوعين قال لي الهام اذا بغيتي تمشي دابا عند باك ندوي معاه باش الاخر ما يبقاش انه يبرزطك ويدير لك بحال هكا، لانه زوج ديال السيمانات الهام كانوا كافيين باش انني نعرفك شكون انت. حن فيا تعرفنا وقف معايا، ولكن ما درتش نفس الاخطاء، دابا وليت كنقول لي قيسني في عيني وما تقيسنيش في عائلتي، ما عاودت لي حتى شي حاجه خايبه ليا في صغري، انسان مخلق مؤدب كيصلي وكيخاف الله ودايرني في عينيه ومغرقني بالهدايا ومعاوني انني نكمل قرايتي ونحقق الحلم اللي ما قدرتش نحققه مع الاخر، نبدل شعبه ونولي استاذة ديك الماده اللي بغيت. الخبر الزوين انه غادي يدير خطوه ودوا مع بابا، ودرنا من مور رمضان ان شاء الله انه يجي نديرو التعارف، بابا عجبو الحال وفرحان ليه بزاف، شخص اللي ولد الناس ومعاه رجعت الضحكه ديالي ومعاه رجعت الهام الحقيقيه، ربي عوضني خير الحمد لله. ولكن العبره من قصتي ونصيحتي لاي وحده سمعت قصتي. النصيحه ديالي اللي كنوجهها للبنات، اول حاجه البنات عافاكم ما تقنطوش من رحمه الله، ما تقنطوش منها، ما تبكيوش على شي حاجه اللي مشات، راه والله ما فيها خير، لو كان فيها خير لو وقعت. اهم حاجه عندي عافاكم لي بروبليم ديال والديكم، المشاكل اللي كتعيشوا في داركم وداكشي، واخا يكون راجلك ما نعاودش حيت غيجي النهار وغنتعير بها وغتحسي براسك وليتي خايبه ديك الساعه.
وعافاكم، خليكم قرابين من الله بزاف، خليكم قرابين من الله بزاف، حيت شوفوا اي حاجه ربي كيديرها وفيها خير. انا دابا كنقول فيها خير، كنقول الحمد لله الحمد لله، ان عوض الله لا جميل، الحمد لله ربي عوضني بالخير. يعني راه ازمه وكتدوز وكتفوت، وكوني اكيده وعلى يقين ان ربي والله ما غينساك، ربي ما كينسانش. اهم حاجه البنات عافاكم، قرايتكم ما تفرطوش فيها. شوفي واخا تكوني كتشدي غير صالير فيه غير 2500 درهم الشهر، والله حتى راه زوينه زوينه لك البنات. قرايتكم ما تفرطوش فيها، المشاكل ديال عائلاتكم عافاكم، خليهم ابار. ما تعودوش المشاكل ديال عائلتكم، وما تقنطوش من رحمة الله، راه زوينة زوينة بزاف. راه والله ربي كيعوضك بالخير، ديما كيعوضك بالخير ديما. شوفي انا دابا الحمد لله الحمد لله دوزت بزاف الحوايج خايبين، ولكن دابا كطرى ليا شي حاجة خايبة، كيكون املي في الله قوي، كنقول انا ربي كيبغيني، ربي غير كيبتليني، صافي هذا هو حال الدنيا. وهذه هي حكايتي، وهذه هي كانت حكاية إلهام. يا سادة يا كرام، كيف جاتكم هذه الحكاية؟ هنيئا الإلهام، الله يجعل مولانا يكمل عليها بخير وعلى خير، ونهاية جميلة وعوض جميل ولله الحمد. شوفوا هذه قاعدة، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أنا كيبان لي بأنه ربي امتحنها، عطاها لي هذا الابتلاء باش أنها تفيق تنوض من القلبه وتعرف ما لها وما عليها. العلاقة اللي جاية إن شاء الله أحسن حاجة أنها ما غلطتش في الشرف ديالها، لأنه كانت غادي تكون المسار ديال هذه الحكاية عنده طريق واحد أخرى والله أعلم. لكن أنا بغيت نقول واخا أي وحدة غلطت حسب الشرف ديالها وكتعيش في وسط شي علاقة مسمومة، أنا كنقول لك بلي أنه مازال باقي الحال، باقي الحال أنك تبدلي حياتك، تختاري الشخص المناسب. أنه بعض المرات ماشي الشرف هو اللي تيكون كل شيء، لأنه بعض المرات أنا كنعرف بلي كاينين بنات اللي تيخطئوا بدون الإرادة ديالهم، وهذا لا يعني بلي أنهم عاهرات، ولكن حبوا من نيتهم، بغاو من نيتهم، ما لقاوش اللي يرشدهم، كان هذا هو المكتب ديالهم. ولكن كيف تنقول لكم، هذا لا يعني بلي انك تتمادي في الخطا ديالك وتستمر في علاقه اللي انت ما كتشوفيش راسك فيها. الصداقات وهاد العلاقات هذا هو السبب الكبير علاش ربي حرمهم، باش انت ما تتاذيش، او ربما حتى انت ما تتاذاش. هذه كانت حكايتنا الليله، كنتمنى انها تكون نالت اعجابكم. خليو كلام جميل الالهام، لان ما خلاش لنا بقصه بحال هذه ايجابي عندها نهايه زوينه. دمتم في رعايه الله وحده، نتلاقاو غدا ان شاء الله، وسلام سلام.